السلام عليكم مشاهدينا هادشي هو 360 في حلقه جديده معكم الشيف يوسف من ريستوران داي سوشي. اليوم غادي نصاوبوا لي سوشي فخاي اون اسورتيمون دو سوشي فخي لي طايبين. باش نصاوبوا هاد لاسورتيمون غادي نحتاجوا صومون فخي، غادي نحتاجوا افوكا، غادي نحتاجوا سيبولات، سوريمي، لا فوي دالك، كروفيت باني، فروماج بلان. كندوزو لاول مرحله، غنصاوبو بيتزا سوشي. كنكوليوها بفروماج بلان. غنصاوبو ان غولو فخي، افيك كروفيت، ناخذ البيتزا ديالنا كنديروها في الطومبورا كما شفتوا مع الشيف عثمان كيفاش كيصاوب الطومبورا. كنديروها في لا شابلور دو ري، سي اون شابلور سبيسيال بور باني لي رولو فري. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين بهذا الشكل ناخذ فخاي ايبي فخاي ديالنا نفس الطريقه، سي فاسيل افير، تقدروا ديروها في لا ميزون. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين كنهبطوا داكشي في الفخيتوز يتقلى على خاطرو. بيد ما يوجدوا لينا لي فخاي ديالنا كنصاوبوا طارتار دو بيتزا، لا فارس اللي غتكون في البيتزا. كناخدو ان مورسو دو سومون او لو دي كوب كومسا، سومون هاشي، كناخدو لافوكا ان بتي مورسو، كنقطعوها حتى هي مع السومون، كناخدو دو باطوني دو سوريمي طعم على هذا الشكل. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين بما وجدنا لي ميزون بلاص ديال البيتزا كيكونوا لي فخاي ديالنا طابو، كناخذوا لي فخاي كنديروا عليها الفخوماج وهي سخونه شكل سخونه، كناخذوا لا فارس ديال البيتزا اللي وجدنا كناخذوها بهذا الشكل كنحطوها فوق البيتزا ديالنا. كناخذوا فخاي ايبي فخاي، عاد كنمروا العمليه التقطيع ديكوباج. الآن مرحلة تقديم الطبق، آخر مرحلة هي الدريساج. هذا هو الشكل النهائي أعزائي المشاهدين ديال لاسورتيمون دو سوشي فخي ديالنا، كتكون من كرانشي بيتزا إفخاي إيبي فخاي. تنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.